فيوزيدين وفيزيكورد. انا عامل ديرما بين. اصلا خد بالك انا جبت غسول قبل كده. احنا مش الحاجات دي كانت لينا تقريبا ولا ايه؟ ليه مش جايب دياب بالعربي؟ انا ما عادكش انت تفهم في السكين كير. امال انا والله عمري ما سمعت عن حاجه من الحاجات دي بجد. بسم الله والله انا عندي مشكله. انا كل ما بعمل ماسك او حاجات من بتاعه البنات دي انا بيجي لي تسلخات في وشي. عايز ابدي اعجابي بلمعان قرعتك. والله ده بقى دي حاجه انا ما بتدخلش فيها. بتعمل ايه بقى؟ لا ده جلد. ده عادي؟ ده جلدي ده ما عشان ما فيهوش شعر. تعرف حاجه اسمها سكين كير؟ طبعا. ايه السكين كير روتين؟ ايوه ده الاسم ثلاثي. ايوه ما السكين كير روتين ده بقى كل واحد بيعمله بقى لوحده. انا عامل ديرما بين. ما بهزرش والله انا وشي ما كانش كده. سكين كير انت جاي لحد غلط خالص. شغل الفيديو. ايه ده الواد بيحط بقول لك انا دلوقتي حط ماسك على وشي ده فوق. اوعى ايه ده؟ ايه اللي حاطه الزيت ده؟ سكين كير كتير ده اكيد عشان الرؤوس السوداء. ده بتاع ده مغربي ده اسمه ايه؟ هو ايه اللي بنقطوه ده؟ هو ده زيت ما بيحطه على وشه وبيخليه شكله بلاستيك بس عنده جو لاين يعني ده بعد كده كريم حاجه شبه مش عارف مربى باين تحط مربى على وشها. هو ده ايه يا اسطى؟ بيعملوا ايه طيب؟ المفروض الهدف ايه؟ يعني ده كل يوم ولا مره في الحياه مثلا؟ ده راجل انتوا كمان بتعملوا سكين كير يا جماعه؟ ايه طيب؟ استنى هو في حاجه مش عارف بس انا ما حطيتش الحاجات دي. انا احلى منه عشان انا ما محتاجش احط الحاجات دي كلها كان انا كده طبيعي. ده ولد احنا مش الحاجات دي كانت لينا تقريبا ولا اصل هو برضه بص شكله حلو ازاي فهو يستاهل بص المنظر يعني هو يعمل سكين كير. انت ايه المراهم اللي بتحطها على وشك؟ بتحطها ليه؟ انتوا ظالميني مراهم ايه بحطها بس انا والله بيطلع لي حبوب. ايوه فمضاد حيوي اسمه فيوزيدين وفيزيكور. نفسي اهتم ببشرتي واعمل اجيب غسول بس يعني انت اهتمامك ببشرتك الغسول يعني نام عدل ما تشربوش سجاير بعد التوتر. اخر ماسك عملته كان اللي هو الماسك بالقهوه والزبادي والميت ورد انا مش عارفه هو بتاع ايه. وانا لقيت ماسك معدي على النت قال لك ده ماسك ولقيت المكونات هي اللي موجوده في المطبخ فقمت عملتها لكن هو بيعمل ايه تحديدا انا مش عارف. استنيت النتيجه بقى بعد ما عملته انه اشوف بقى مش ما لقيتش حاجه. ده كريم بتاع اصل انا خد بالك انا جبت غسول قبل كده. واحده صاحبتي اسمها رانيا ايوه قالت لي قلت لها انا عايز اهتم ببشرتي انا كبرت ايوه قالت لي هات غسول. بعد ما جبت غسول قالت لي هات مرطب حلو اللي هو ميسترايزنج ولا ما اعرفش ميسترايزر مش مهم كده. بعد ما جبت المرطب قالت لي لا لازم تجيب صن بلوك. لقيتها مدخلاني في سكه كده بتجرجرني يعني اصلا انا بشرتي قليله يعني بص انا الحته دي بس هغسل الحته دي بشرتك ايه ممكن اعمل زي وائل كفوري كده طلع دقني لحد هنا ما احلقهاش وخلاص فاهم اماني مش هيبقى فيه مشكله. انا بغسل وشي بصابونه لوكس يا شيكو وانزل عادي جدا. عملوا لي ماسك اسود كده مش عارفه سموه ماسك فحم باين شفت انا بقى نفسي في المرايه اتخضيت. واصحى الصبح لو مكسل ببقى عارف هناخد شاور بالليل قبل ما اصحى عشان ما ادخلش حمام اصلا الصبح. قبل الجواز كنت عملت باكج كان ب 800 جنيه حط لي ماسكات وحط لي شمع على وشي وفي مراخيري وفي وداني دي كانت اغلى حاجه عملتها في حياتي. الواد اصلا ده جامد يعني الواد بشرته حلوه. طب انت كمان يا زوره والله بشرتك حلوه بس يعني بحس في مجهود يعني انا واعمل كده برضه انا ببقى عايز اصلا والله ساعات اللي هو لسه هغسل وشي عشان انزل بستغربهم قوي وشهم سيراميك قوي ما فيش مشاكل يعني هي المشكله مشكلتنا مش مشكلتهم ان هم يعني فعلا بيور قوي. احنا تقريبا الوقفه في الفرن الصبح بتبان على وشنا. انت لو هتقدم لنا نصايح علشان نعتني ببشرتنا. والله انا برضه في حاجه امي كانت بتقولها لي يلا. انا كنت بحط مرهم فيزوتين ده كنت بحطه بأفرط فيه بحيث انه مثلا ممكن يبقى كده لكن كان بيتكاثر صحيح يعني كان بيطلع حبوب بقى اكثر كده فسيبها ما تهتمش ما تحطش في دماغك اي حاجه خالص وبجد بجد زي ما انتم شايفين جيب غسول وصن بلوك ومرطب ده اللي رانيا قالته لي. ايوه الوش اصلا فيه فطريات الفطريات دي حلوه جميله اغسل وشك عادي الصبح ماشي. هو اللي بينصح بحاجه ده بيبقى هو عملها او ماشي على التراك يعني فهي ماشيه معاه مظبوط. هنصح بايه؟ نصيحه عند ربنا بقى لو حد عنده مشكله يقول لي هو يلاقي الحل ويجي يقول لي لكن انا احلله لا. يصحوا الصبح يغسلوا وشهم بالصابونه وهو ده السكين كير اللي احنا اتربينا عليه. ده عادي؟